هل بعد ما عادت بالصور هل نتوقع لحالة أن تعود للساحة الفنية وللتمثيل؟ مؤكد بس أنا بنصحها بحاجة تعمل تأهيل لنفسها، لأنها قبل كده لما رجعت في خيانة عهد المسلسل لم تكن في الحالة الإبداعية أو اللياقة الإبداعية. هي ستعود للتمثيل حتما، يعني ده كله تمهيد للعودة، وستجد شركات إنتاج تطلب منها أن تمثل أيضا. أنا واثق من ده لأن حالة ممثلة موهوبة ولها أيضا جمهور وجاذبية، والحالة اللي هي فيها حتى وهي بعيدة عن التمثيل جعلت الجمهور يعني يترقبها. لكن طيب، نصيحة مني، يجب أن تتأهل أولا حتى تقف مجددا أمام الكاميرا. طب إلى أي مدى من الصعب على الممثل أو أي نجم يكون مشهور وعنده جمهور يحب أعمال ناجحة أن يتأثر بحياته الخاصة سيد طارق؟ مؤكد أنه ساعات الجمهور وهو متباين، في جمهور بيحكم على الفنان بيصلي أو بيصوم أو بيحج، وفي جمهور آخر بيحكم عليه على الشاشة. فيجب أن هي تتوقع أن اللي بيحكم على الفنان أخلاقيا أو بيعتقد أنه مظاهر الصلاة والصوم والحج وكل الطقوس دي جزء مهم جدا في حب الفنان أو عدم حبه، هتخسر القطاع ده. لكن في قطاع بيحكم على الشاشة فقط، أكيد المتابعات على السوشيال ميديا تباينت فيها الآراء، هناك من يرفض خلعها للحجاب وهناك من يراها أنها حرية شخصية.